ما هي الوكالة الدولية للطاقة الذرية؟ هي منظمة مستقلة تعمل تحت إشراف منظمة الأمم المتحدة، تهدف إلى تنشيط وتوسيع دائرة الاستخدام السلمي للطاقة النووية، كما تسعى إلى الحد من التسلح النووي وتتولى التفتيش والرقابة على برامج الدول التي تملك منشآت نووية. اقترح الرئيس الأمريكي السابق دوايت إيزنهاور على الجمعية العامة للأمم المتحدة في 8 ديسمبر 1953 إنشاء مؤسسة أممية تشرف على الاستخدام السلمي للطاقة النووية ومنع أي استخدام عسكري لها، غير أن المقترح لم يحظى وقتها بكثير من الترحيب داخل أروقة الأمم المتحدة، حيث لعبت حسابات الحرب الباردة دورا مهما في إفشال المقترح بالنظر إلى أهمية السلاح النووي الذي ظهر وقتها، وأصبح سلاح ردع تتسابق الدول للحصول عليه لضمان حصانة سياسية دولية ومكانة ضمن التشكيل العالمي الجديد بعد الحرب العالمية الثانية. استمرت الولايات المتحدة الأمريكية في توقيع اتفاقيات السلم النووي مع عدد من الدول بينها بريطانيا وكندا وبلجيكا، وفي أواخر خمسينيات القرن الماضي بدأت نقاشات دولية جادة تؤيد تأسيس منظمة دولية تشرف على موضوع الطاقة الذرية. وبعد سلسلة مفاوضات ونقاشات معقدة، تأسست الوكالة الدولية للطاقة الذرية رسميا في 29 من جوان 1957. يوجد المقر الرئيسي للوكالة في العاصمة النمساوية فيينا، ولها مكاتب إقليمية في بعض المدن مثل نيويورك وتورونتو وطوكيو وجنيف. من الأهداف الرئيسية للمنظمة مراقبة الأنشطة النووية على الصعيد العالمي في مسعى لوقف انتشار السلاح المدمر. كما تهدف الوكالة إلى مساعدة الدول النامية على استخدام الطاقة النووية في مجالات متعددة من بينها الفلاحة والصحة وتدبير الطاقة المائية والمنظومة الصناعية. وتعمل الوكالة كذلك على ضمان شروط السلام عند استخدام الطاقة النووية وحماية الإنسان والبيئة من خطر الإشعاعات. شارك ممثلون ل 18 دولة في اللجنة التحضيرية، غير أن أول اجتماع للمؤتمر العام للمنظمة الذي عقد في أكتوبر 1957 عرف مشاركة 59 دولة. قد وصل عدد الدول الأعضاء سنة 2011 إلى 144 دولة. تضع الوكالة شرطان رئيسيان لقبول أي عضوية جديدة، يتمثلان في موافقة المؤتمر العام ومصادقة مجلس المحافظين على طلب العضوية المقدم. يرأس الوكالة مدير عام يعينه مجلس المحافظين لمدة 4 سنوات، ويساعده عدد من الأمناء، وتعمل تحت إشراف المدير العام 6 أقسام. يعمل في الوكالة أكثر من 2300 شخص ينتمون إلى نحو 100 بلد. ويشرف على الوكالة المؤتمر العام الذي يضم 134 عضوا، ويجتمع فيه ممثلو جميع الدول الأعضاء في الوكالة، ويعقد دورة عادية كل سنة بمقر الوكالة، وتتخذ قراراته بأغلبية الثلثين، ويعتبر مجلس المحافظين الجهاز التنفيذي المشرف على الوكالة، ويعين أعضاءه المؤتمر العام، وعددهم 35 يمثلون الدول الأعضاء بحسب مناطق العالم المختلفة. وبعض أعضاء مجلس المحافظين لهم عضوية دائمة، بينما يحصل البقية على عضوية دورية، ويجتمع مجلس المحافظين في مقر الوكالة كل 4 سنوات، وتتخذ قراراته بالأغلبية المحدودة. تعتمد الوكالة في مصادر تمويلها على تبرعات الدول الأعضاء.